فتخيل نفسك، فتخيل نفسك إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين، وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق. أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ استعد للوقوف بين يدي الله. هلم إلى العرض على الله، وقد وكلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى الله. لا يمنعها اشتباه الأسماء باسم أبيك، فإذا عرفت أنك المراد بالدعاء، وإذا قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب. فإذا عرفت أنك المراد بالدعاء، وإذا قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب، فارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك وطار قلبك. تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه. وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت في أيدي الملائكة، قد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار عباد الله ولو بشق تمرة. رواه البخاري. تخيل عبد الله، تخيل عبد الله نفسك واقفا بين يدي ربك، في يدك صحيفة مخبرة بعملك، لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها، وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكسر حسير، والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن قلبك. فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكركها، وكم من سيئة قد كنت قد أخفيتها قد أظهرها وأبداها، كم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص لك فرده عليك. فكم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص لك فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيما. فيا حسرة قلبك ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك،